من فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجنيف منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط وحقول النفط الصينية، وفي المقدمة جامعة إمبريال كوليدج، مؤسسات علمية تشهد بعبقرية الطالب السعودي يوسف الشمري. حقق الشمري اكتشافا علميا متميزا قد يغير من مسار ومستقبل الطاقة على المستوى العالمي وبعقود قائمة. والله بديت أنا دراستي في عام 2009 في إمبريال كوليدج في الدكتوراه في أبحاث الهندسة الكيميائية. كانت دراسة مليئة بالحياة، التجارب والمختبرات الكيميائية، البحوث، الاجتماعات، التواصل والمناقشة مع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى التواصل بين المؤسسات التعليمية الأخرى والحيوية في بريطانيا. كاميرا الثقافية استغلت وجوده في العاصمة البريطانية لندن بعد آخر مشاركة له في مؤتمرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتحدث لنا عن رحلته واكتشافه العلمي. المشروع الدكتوراه كان يركز على تصميم عمليات مبتكرة لإنتاج غاز الهيدروجين من آبار البترول، فدرست الأمور النظرية المتعلقة بهالعمليات، ثم عملت تجارب كيميائية، وبعد التجارب الكيميائية استحدثنا برنامج جديد ونظام، يعني صممنا عملية جديدة بناء على التجارب العلمية والنتائج اللي هي تحاكي عمليات الإنتاج، وتمكننا من الدراسات الاقتصادية والدراسات التكنو إيكونوميك ستاديز للعمليات لهذا النوع من العمليات. تعتبر هذا المجال العمليات هاي نوع جديد من في المجال، في مجال تحويل البترول الى تحت سطح الارض. امبيريال وجودها في قلب لندن في ساوث كنزنغتون، واحده من ارقى الاحياء في لندن، هذا ميزه يجعلها متواصله مع جميع المؤسسات المهمه في مجالات التقنيه، في مجالات السياسه، في مجالات الاقتصاد، وفي المجالات ايضا الطاقه، وفي جميع ما تحتاجه البيئه العلميه. احب اشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على دعمه وافتتاحه لبرنامج الابتعاث لجميع المبتعثين السعوديين في الخارج، وهذا الحمد لله ما يخلينا ان شاء الله نساهم في تنمية وطننا، ونعود ان شاء الله ونساهم في جميع مجالات التنمية في وطننا الغالي بإذن الله. اختير الشمري كباحث ومستشار من قبل قائمة طويلة من المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث قدم أبحاثه لوزارة التنمية البريطانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومركز أكسفورد لأبحاث الطاقة المتجددة. يوسف الشمري وإنجازاته المتعددة دليل على النجاحات التي يحققها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في المملكة المتحدة في أدق المجالات العلمية. للقناة الثقافية فاتن عبد الرحمن، لندن.